تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم في هذا المساء مع انطلاقات سن الحقائق لمسافة 4 كيلومترات هنا في هذا المهرجان الغالي علينا جميعا، هنا من مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. ينطلق في هذه اللحظات شوطنا التاسع هنا لمنافسات الإبكار في هذه الانطلاقة. تمنياتنا للجميع التوفيق من خلال هذه المشاركات القوية. نذهب إلى المقدمة ونتابع الصدارة والمركز الأول. هذه انذار على مقدمة هذا الشوط لمحمد بن سعيد بن محمد خيالي، من يفتتح البداية الأولى بتقدم انذار على المركز الأول بشاير تاتي ثانيا هنا لمحمد بن خليفة بن ضبيب الشامسي قادما على المركز الثاني، وثالثا مع ولا القادمة على المركز الثالث اهلال بن محمد بن طراف المنصوري يتقدم على المركز الثالث ورابع المراكز مع قرار لمحمد بن سعيد بن محمد الرميثي يتقدم على المركز الرابع في هذه الانطلاقة، بينما المركز الخامس من الطرف الآخر وصلت مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء خيرة لخلب راشد مسيب شاوي آل غفري يتقدم على المركز الخامس. وفي سادس المراكز الواصلة في هذا الانطلاق اللي هي الحذرة لمحمد بن حميد بن محمد اليحافي قادما على المركز الخامس. ننتقل وإياكم إلى المركز السادس، وصلت الآن اللي هي بحور هنا لمحمد بن سيف بن فالح الشامسي غادما في هذه اللحظة على المركز السادس. من يقدم لنا بحور في هذه المنافسة والانطلاقات المسائية؟ المركز السابع هنا القدوم مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام من خلال وجود وانطلاقة الجذابة لسيف بن عبد الله بن مطر الخاصون الاكتبي على المركز السابع. وفي ثامن المراكز هذه القادمة ايضا اللي هي حربة بشعار الشامسية سلطان بن سيف بن حميد بن حارب الشامسي يتقدم على المركز الثامن. وفي تاسع المراكز ايضا القادمة اللي هي مشاهدين الكرام في هذه اللحظة والانطلاق الكبير من خلال وصول وتقدم معمورة لراشد بن خميس العمري المنطلق على المركز التاسع. نعود إلى البداية الأولى إلى المركز الأول في هذه الانطلاقة القوية والتحديات المثيرة في هذا الشوط المنطلق. إذن البداية مع انذار على المركز الأول. الله 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 الله، انذار لمحمد بن سعيد بن محمد الخيالي وبدأ التغيير. غيرت بشاير بشاير انطلقت الى المركز الاول الى بداية الشوط. هذا هو شعار الشامسية يمر الى المركز الاول، يعبر الى بداية الشوط من خلال تقدم بشاير محمد بن خليفة بن ضبيب الشامسي على المركز الاول. بدأت الاثارة، بدأ التحدي هنا في هذه اللحظة. بدأنا نقترب مشاهدينا متابعينا الكرام من خط نهاية. وصلت معمورة غادمة على المركز الثاني، راشد بن خميس العمري يتقدم على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز وصلت رجوة لمنصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري. الكيلو والمتر الأخير، الكيلو المتر الخطير، كيلو الأوامر، كيلو التعليمات النهائية. وصلت فتنة هنا فالح بن ياسر بن فالح الشامسي يتقدم على المركز الرابع. وفي المركز الخامس
هنا مع وجود وانطلاقة مذيار محمد راشد بن غالب المنصوري. الأسماء بدأت تتقدم هنا مع اللحظات الأخيرة. نعود وإياكم إلى المركز الأول. انطلقت المعمورة إلى بداية الشوط. الله يا سلام، هذه المعمورة على المركز الأول. راشد بن خميس العمري ينطلق مع المركز الأول، وغيرت بشاير، غيرت الأمور، انتقلت إلى المركز الأول هنا بهذا الانفراد القوي على المركز الأول. محمد بن خليفة بن طبيب الشامسي، ما شاء الله وتبارك الله على هذا الإبداع. المركز الثاني حربة مظفر بن محمد بن خموشة العامري، ولكن خلاص. إذا هنا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، تهانينا والناموس في هذه الانطلاقة وبهذا الشوط إلى مالك بشاير، من حقق المركز الأول لمحمد بن خليفة بن طبيب الشامسي. ينتزع المركز الأول. سلام 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 الشامسي، سلام وسلام إلى مدينة العين. المركز الثاني حربة انظفر بن محمد بن خموش العامري، والثالثا مع وصول معمورة لراشد بن خميس العامري. المركز الرابع كان الوصول أيضا مع رقوة لمنصور بن زيد بن علي بن دري المنصوري، وفي المركز الخامس فتنة لفالح بن ياسر بن فالح الشامسي. إذن ما شاء الله وتبارك الله، هكذا هي المنافسة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. تهانينا والناموس إلى مالك بشاير لمحمد بن خليفة بن ضبيب الشامسي، من انتزع وحقق ناموس هذا الشوط هنا بكل جدارة وافتخار مع انطلاقة بشاير، من حققت المركز الأول في هذه اللحظة. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا نتابع وإياكم هذا الشوط الذي بدأ قويا وانتهى قويا في هذه اللحظة. تهانينا والناموس إذا توقيته بشاير لمحمد بن خليفة بن ضبيب الشامسي. 6 دقائق 50 ثانية، 5 دقائق 56 ثانية، وستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان الحضور مشاهدين الكرام. وصلت اللي هي حربة المظفر بن محمد بن خموش العامري، توقيتها الزمني 5 دقائق 59 و8 أجزاء من الثانية من وصلت في المركز الثاني. المركز الثالث كان الوصول أيضا مشاهدين الأعزاء من معمورة لراشد بن خميس العمري، هنا من وتى في المركز الثالث، والتوقيت الزمني 6 دقائق و1:04 من الثانية هنا من أتى في المركز الثالث في هذه اللحظة. وفي المركز الرابع كان الوصول مشاهدين الكرام مع وجود اللي هي رقوة لمنصور بن زيد بن علي بن دري المنصوري، وتوقيت الزمني 6 دقائق و2 من الثانية. ست دقائق وثانيتين وتسع أجزاء من الثانية من وصل في المركز الرابع. المركز الخامس كان الوصول أيضا مع فتنة لفالح بن ياسر بن فالح الشامسي، وتوقيت الزمني 6 دقائق و3 ثواني و2 من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.